دعا الفلاحون المغاربة الحكومة إلى استئناف تصدير منتوجاتهم إلى السوق الخارجية لتعويض الخسائر التي لحقت قطاعهم نتيجة جملة من العوامل، والتي من أبرزها ارتفاع كلفة الإنتاج ونقص الأمطار وضعف تغطية السوق المحلية للمصاريف. طبيعة الحال نحن مع تصدير المغرب للمنتجات الفلاحية، خصوصا أن المغرب يصدر مجموعة من أنواع الخضر والفواكه، خاصة تلك التي تستهلك بكثرة من طرف المواطنين الأوروبيين، فيما يصدر مثلا جنوب إفريقيا الفواكه الاستوائية، وهذا يعني رغم أنها تصدر فواكه استوائية إلا أنها تبقى منافس قوي للمغرب، ولكن المغرب يبقى دائما في الصدارة، وبالتالي الرباط بدأت في السنوات الأخيرة في اقتحام أسواق أوروبية أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة السوق البريطانية، وبالتالي فمن المتوقع بعد تنزيل مشاريع الحكام المائية على وجه الخصوص في اقتحام المغرب لمزيد من الأسواق الأوروبية وحتى الأسيوية والأمريكية أيضا. ومنعت الحكومة المغربية تصدير المواد الفلاحية إلى الخارج للحفاظ على نسق أسعار متوازن وللحد من ظاهرة التضخم والغلاء التي أنهكت كاهل المواطن، إلا أن هذه الخطوة كان لها انعكاسات أخرى على المنتجين الذين باتوا يرون في إغلاق التصدير إعداما لنشاطهم، خاصة وأن أسعار بعض المواد لا تساهم في تحقيق ربح ولو بسيط لهم، بل إنها تساهم في تكبيدهم خسائر تقدر وفق أرقام متطابقة بأربع ملايين سنتيم للهكتار الواحد. بالنسبة لتصدير المواد الفلاحية كل حاجة عندها. منع تصدير المنتجات الفلاحية لها إيجابيات وسلبيات، وأعتقد أن هذا يندرج ضمن سياسة المخطط الأخضر الذي ينتهجه المغرب منذ سنوات، والذي يهدف إلى التركيز على توفير الاكتفاء الذاتي من كل المنتجات الفلاحية أولا، ثم التوجه إلى التصدير نحو السوق الخارجي. ويحذر خبراء الاقتصاد في المغرب من استمرار هذا الوضع، الذي يؤكدون أنه سيؤدي لارتفاع مديونية الفلاحين، وبالتالي استبدال الزراعة بأنشطة أخرى أكثر مردودية وربحية، وهذا ما ينذر بتراجع المساحات المزروعة خلال المواسم القادمة، وبالتالي مواجهة مشاكل على مستوى تموين الأسواق مستقبلاً. توازن بين التصدير والإنتاج المحلي هو ضرورة قصوى في الوقت الحالي، يؤكد المزارعون المغاربة، في حين يدعو المواطن إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية تقيه شر التضخم وتغير سعر الصرف. أبلة مجبر، اليوم المغرب.